إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد ولهم عذاب
لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الله
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي.